ورجعنا لكم من جديد أكيد، واليوم هنتكلم عن ضيفتنا التي لم تتجاوز حتى سن 25، وطبعا بدأت ونجحت في صناعة اللي هو الستايل اللي هي تبي تسويه والمسار الخاص فيها في عالم تصميم الملابس. طبعا استثمرت دراستها للجرافيك في التصميم ونجحت في هذا الشيء وخلته جزء من أعمالها. طبعا اليوم يا إيمان تعتبر قصة هذه البلايز واللي موجودة معنا اليوم في هذه الفقرة حقيقي يعني قصة تستحق الاهتمام، لأنه شيء غريب وشيء جميل يحفز كل الناس على الرياضة. اليوم داليا اخترعت شيء مرة حلو، أنه بلايز بتظهر عليها جمل تحفيزية أثناء الرياضة وأثناء ما يكون في جهد وفي تعرق في هذه البلايز. راح نعرف القصة أكثر وراح نعرف تفاصيل أكثر من ضيفتنا داليا دخيل اللي منورتنا اليوم في الاستديو. يا هلا وسهلا فيك. أهلا. في سيدتي. يا هلا فيك داليا. داليا عرفينا أكثر عنك، عن دراستك، عن اهتمامك بالجانب الرياضي. طيب أنا درست جرافيك ديزاين في أمريكا، صار لي أكثر من سنة متخرجة، وأنا كنت بشكل يومي يعني أخلص من الجامعة لازم رياضة، غير أني أنا أصلاً كبرت بين عائلة رياضية ويعني عندي أخوان مدربين وكبرت يعني حوالينهم في أجواء الرياضية يعني. فحمد لله يعني كنت يعني هذا الشيء كان متوفر لي من وأنا صغيرة، وكانوا يشجعوني أكثر على هذا الشيء يعني. فمن وأنا صغيرة أحب الرياضة وأحب الجرافيك ديزاين، فهذا الشيئين كانوا من جزء كبير من يومي يعني كل يوم يعني أيام الجامعة. عشان كذا تولد عندك الاهتمام نقدر نقول، صح؟ أيوه. طب حلو، أنا بنعرف داليا أكثر، يعني أنت بتتكلمي أنه أنت درستي تصميم الجرافيك. أيوه. وفجأة تحولتي للمسار الرياضي، كيف صار الموضوع ده أو تصميم الرياضي؟ طيب أنا أقول لك كيف ربطتهم هم الاثنين. زي ما قلت هو كان أصلاً شيء يومي بالنسبة لي، أروح الجامعة أدرس الجرافيك ديزاين، وصادفت انه من مشاريعي في الجامعه انه كان لازم اعمل مشروع اني انا لازم ابني شركتي، وما كان مشروع بزنس ابدا، كان جرافيك ديزاين، انا كان لازم اعمل لوجو وكل شيء لهذا المشروع. وكان من الاشياء اني انا لازم المشروع هذا يكون مختلف جدا عن اي مشروع موجود دحين يعني. حلو. فيعني كان مجرد مشروع، وابدا يعني ما فكرت انه عادي مجرد مشروع وبنجح فيه وانتهينا. حلو. بس وكل مره اروح واقدم المشروع حقي وكل شيء، صاروا البروفيسور والطلاب يتحمسوا ويقولوا انه هذا مشروع يعني هو هذا المشروع اللي هو هذا المشروع اللي هو كان مشروع تخرجك. ايوه كان مشروع ما كان مشروع تخرج، ولكن كان مشروع في الجامعه، يمكن يعني اول يعني قبل ما اتخرج بسنه تقريبا. حلو. وبس وكانوا يحمسوني عليه، مع انه يعني انا كنت في امريكا. وتلاقي في امريكا يعني كثير تروح محلات كثير ملابس رياضه وتلاقي انه في بلايز عليها كلام تحفيزي بالانجليزي مره كثير، بس انه انا كانت فكرتي انه انا ماركه كامله يعني، ان شاء الله ان شاء الله يوم من الايام محل كامل، واحد لما يدخله كل شيء حوالينه تحفيز، يعني اللي داخل عارف انه هو جميل داخل جدا. لكن خلينا نتكلم على المنتجات اللي بالفعل اليوم قدرتي ان انت تسويها. ايش هي المنتجات؟ هي المنتجات ملابس رياضه. الكولكشن الجديد حقي هو انه لما الواحد يعرق يظهر الكلام التحفيزي. حلو. هذا الكولكشن الجديد. حلو. بس عامه يعني المشروع كامل هو انه يعني ملابس، مو بس ملابس ان شاء الله اكبر، غير ملابس انه تكون في كلام تحفيزي يحمس، مو يعني اكثر شيء رياضه، ولكن ممكن يعني يعني يشجع الناس على اي شيء يعني هم يبي يتشجعوا فيه في الحياه. هذه من البلايز اللي بيبان عليها العبارات اثناء التعرق. أيوه. بنقدر نشوف؟ ايوه طبعا. لا يورش. ايوه فدحين هذه ناشفه، فاول ما الواحد يلبسها وخلاص يروح النادي تكون بس مكتوبه اجري، بعدين لما يبداوا يعرقوا تبدا تطلع اجري بسرعه. اجري بسرعه. حلو. عندنا عبارات مختلفه وعندنا الوان مختلفه، في مثلا هذه اللي هي هذه ابدا ما عليها ولا عباره ولا كلام ولا شيء، بس لما الواحد يبدا يعرق تبدا تطلع بلا كسل. يا سلام. حلو حلوة. بس لا داليا يعني افكار رائعه يعني. لسه من جد اسرار كمان، شوفي الاشياء التحفيزيه او الجمل التحفيزيه مو سهل الواحد كمان يكون عنده كلمات تحفيزيه. اولا من فين جبتي الكلمات التحفيزيه او الجمل التحفيزيه،
والالوان مثلا كيف اخترتيها، خاصه انه انت يعني ما دخلتي في نقدر نقول فاشن ديزاينر أيوة. او كذا فهمتي، بس يعني الالوان نفسها حتى تحسيها رياضيه اساسا. العبارات شوفي انا دائما يعني العبارات عشان دائما تشوفيها في البايز بالانجليزي وزي كذا اسهل انك تكتبيها بالانجليزي، وانا عندي كمان اشياء بالانجليزي عندي انجليزي وعربي، بس العربي لاحظت انه شوية أصعب. ليش؟ لأني لازم تركزي إنه ما يكون كلام جدي، ما يكون كلام يعني عامي، يعني يكون كلام يعني ينقال كل يوم، الواحد يكون متعود عليه. الكلام اللي هو الدارج بيننا يعني. أيوة يعني يكون كذا شيء يحمس بسطة، الواحد ممكن يشوفه لما يضحك ممكن يعني يتشجع، عرفتي؟ ما يكون شيء لما يشوفه يكون جدي. أنت عارفة إنه هذه العبارات مو تشجع بس يا إيمان اللي لابس التيشيرت، كمان اللي معاه مثلاً في النادي ممكن لما يشوفون بالضبط. هذه العبارات أيوة. يتشجعون كمان. وهذا أكثر. كان وهذا برضو وأنا يعني لما كنت أقعد اي بريزنت يعني المشروع حقي في الجامعه كنت دائما اقول هذا الشيء، انه تروح النادي انه اساسا من البدايه انا كنت دائما احب البس هذه البلايز اللي هي يعني لما كنت قاعده اشتريها من امريكا تكون عليها كلام تحفيز بالانجليزي، كنت انا احب اصلا اشتريها دائما واروح فيها الرياضه لاني انا اتشجع لما البسها، ولما واشوف الناس لما اروح النادي يشوفوني لابساها ويقروا ويوقفوا شويه واحسهم يتشجعوا، حتى المدرب والمدربه يقولوا شوفوا ايش مكتوب على بلوزتك كوني قدها، يعني يشجعوا كمان. يعني احنا اذا كنا فعلا يا داري كمان لو احنا مثلا كنا بنتصفح بس انترنت يعني عادي طبيعي وشفنا جمله تحفيزيه واحنا ما بنسوي شيء تحسي نفسي اقوم اسوي شيء، بس انك تاخذي اغراضك عشان تجري على النادي. ايوه فعلا هذا تحفيزي، فما بالك انه ده شيء انت لابسته في مكان عشان تتحركي اكثر او تسوي نشاطات اكثر. أيوه. هذا الشيء طبعا يعني جدا مؤثر. يعني كيف داري قدرتي تسوي هذا التكنيك؟ يعني كيف بتظهر العباره اثناء التعرق على التيشيرت؟ العبارة يعني ايش اللي سويتيه عشان يصير هذا الشيء؟ انا بتعامل مع مصانع فانا يعني انا كل شيء من البداية، يعني انا ماني ما درست بزنس ولا درست فاشن ديزاين، انا كل شيء من البداية عملت البحث عنه بنفسي والمصانع وكل شيء، من يوم ما هم اعطوني الفكره هذه انه ليش ما تخليه يتحقق هذا الشيء، انا صرت خلاص من وقتها صح كنت مشغوله في الجامعه ولكن كنت ابغى ان شاء الله اطور نفسي من البدايه اني ابحث عشان لما اخلص جامعه اخليه يتحقق. حلو. وهذا اللي انا كنت اسويه، وكنت اروح بالساعات اسوق اشوف مصانع واروح اشوف الكواليتي بنفسي واشوف مصانع. هذه محليه ولا هذا لما كنت في امريكا؟ لما كنت في امريكا كنت ادور في مصانع هناك لاني انا اصلا مبدئيا بدات المشروع هناك ما دام كان اصلا مشروع جامعي. حلو. فبداته هناك ولما جيت هنا حبيت اني اصلا انا اجيب هذه الفكره هنا، يعني انه في العالم العربي انه فكره جديده فيها عبارات عربيه. صح، عبارات تحفيزيه كمان. أيوه. غير انها عربيه. أيوه. بس الحلو كمان احنا لاحظنا الين دحين انه الكولكشن اللي انت حطته او التصاميم اللي انت حطتها للبنات، هل فكرت تقدم طيب شيء للشباب ولا لا؟ لا في عندنا للشباب. ايوه في للشباب، ولكن انا عشان لسه يعني ما كملنا يعني خلاص اولموست ان شاء الله نكمل سنه موتيف اكتيف وير، بس انا لسه قاعده اختبر السوق، بختبر اشوف في حماس من الرجال ولا لا، وحتى بختبر اشوف يعني احب لما الناس تجي تنتقدني ولا تقول اي شيء عشان اطور فيه اكثر، انه انا لسه في البدايه. صح. الانتقاد البناء فعلا ترى ياثر اكيد. ايوه فعشان كذا يعني حتى انه عامله انا كم بلوزه للرجال وبشوف، الحمد لله لقيت حماس جدا يعني كبير من اول كولكشن ومن ثاني كولكشن، وان شاء الله يعني ناوي يعني بشتغل على ثالث كولكشن انه يكون. بس قلتي داري يعني انك انت تبغي هذا يكون براند عالمي. ايوه ان شاء الله. عشان يكون براند عالمي اكيد لازم يكون في تشجيع، لازم يكون في اقبال على هذه المنتجات. صح. حتى الان كيف شايفه اقبال الناس عليها؟ الصراحه الحمد لله، يعني انا بالضبط الماركتنج حقي هو عبر السوشيال ميديا في الانستغرام، وكل شيء انا اللي بسويه بنفسي يعني، فالحمد لله بيتواصلوا معايا ناس من امريكا من الانستغرام ومن السوشيال ميديا، ويعني بيتواصلوا معايا بيطلبوا، وفي كمان مدربين في امريكا بيتواصلوا معايا يكونوا يدربوا مشاهير في الهوليوود وبيطلبوا يعني يبغوا يتعاملوا معايا انهم يعملوا مثلا كميه وهم ياخذوا يتصرفوا فيها. حلو. في امريكا وكذا، فالحمد لله ان شاء الله يوم من الايام يعني ما تعرف ممكن تلاقوني كمان يعني عالمي في الهوليوود. طول ما الواحد عنده شغف لشيء او صحيح. مؤمن بحاجه اكيد حيوصل ان شاء الله. بس كمان داليا تبي بتفكر يعني انت قد بداتي تسوي كمان نقدر نقول بناطيل بنفس الطريقه؟ ايوه في تحفيزيه. ايوه في
في بس البناطيل طبعا ما فيها حركه لما تعرق وكذا، بس عليها كلام تحفيزي بالعربي وبالانجليزي. حلو. احيانا اخلق يعني احط الاثنين مع بعض عربي وانجليزي في جمله واحده زي كذا، يعني اخليها شويه يعني كذا فن يعني للحلو. حلو، في احد بيساعدك في هذه الجمل؟ ايوه، شوفي في هذه في العبارات بالذات في العربي انا دائما اسال يعني اللي حواليا، اسال الناس اللي حواليا، حتى يعني انا بشترك دائما في بازارات، ففي البازار عملت بوث انه عامله يعني عامله جهه كاتبه للناس اللي يجوا يشتروا، انا اسميهم المشجعين اللي هم يعني موتيفيترز، انا اسمي الزبائن حقوني موتيفيترز، وهذه الطريقه انا اخليهم يعني زي ما تقولي انتراكت مع البراند يتفاعلوا نفسه، يتفاعلوا مع البراند نفسه، وهم يجوا واقول لهم اعطوني افكار او كلمات انتم حابين تشوفوها في الكولكشنز الجايه، انه انتم حابين تشوفوها في بلايزكم وكذا، وهذا يساعدني انا كمان اني انا اطلع بافكار. يعني داليا فكره جدا رائعه، واكيد اتمنى لك المزيد من النجاح والتوفيق. شكرا. طبعا نورتينا اليوم في برنامج سيدتي داليا دخيل، وشكرا لحضورك معنا، وان شاء الله نشوف منتجات احلى وافضل باذن الله. شكرا لك. شكرا لك. شكرا.